السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، الشرف بكم وبدورتنا الجديدة من الفيديوهات اللي هي إن شاء الله تنال استحسانكم وتفاعلكم بالفيديوهات. الشرف بكم. طبعا قبل ما أبدأ بهذا الفيديو اللي هي أغنية الفنان العزيز والصديق كريم منصور اللي هي من مقام البيات، طبعا أكو دورات موسيقية أونلاين اللي هي 8 محاضرات في الشهر، وأيضا في موجودة أيضا الدورات الموسيقية حضورية حاليا في بغداد أيضا موجودة. اللي يحب أنه يتصل بي على رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. وإخوان الأعزاء، شرف لي الكبير قبل ما أبدي الغناء العراقي إلى خصوصية، ودائما ينقصون به الإخوان من الخليج، ولذلك فإحنا عندنا القضية المهمة هي دائما بالأغاني هي المقدمة الموسيقية اللي هي تصير دائما في بداية الأغنية. لذلك أنت دائما خلي في بالك المقدمة دائما تكون بآلة العود، تكون مختصرة وبداية الأغنية، فهي تعبنا والعمر عدى راح يصير تنعاد مرة أخرى. هاي كمقدمة بدأت هاي كمقدمة بسيطة قبل ما يدخل، بعدين يدخل تعبنا صارت لا مي راح تبدي بدايتك تكون دائما بالتمرين لا مي مي ري دو ري مي ري. هاي لازم تبدي تتمرن انت عليها، يعني لازم تكون عندك اخوان اكثر من شخص من طلاب اللي ادرسهم او الناس او دائما يخلون في بالهم اكو قضية جدا مهمة، وهي انه أنا يصير عندي ملل، أنا يصير كذا، أي أنت مشكلته مو العود مشكلته، أنت لا تمسك العود مباشرة راح يصير عندك خلق بالعزف. فنبدي لا ميم ميم، أنت اعتبر نفسك أنت تتمرن تقعد بالبيت. ممكن تجيك بعض الحالات من التعب الإرهاق الضوجة كذا الأمور كلها، فانت من تمسك العود راح تروح من عندك لا مي مي ري دو ري مي ري دو ري دو ري مي ري صال صال فا مي ري دو. اوكي ري ري سي سي دو ري سي سي ري دو سي مي فا مي ري دو سي. اوكي اخوان نكمل الجزء، فانت تبدي تسوي ترجمة
البارتيشن الثاني، لانه هسه احنا راح اذا اريد اكمل الاغنيه يمكن احتمال يصير ساعه الفيديو، فراح نكملها اجزاء ان شاء الله لي حتى تقدرون تتعلموها. ولا تنسون اللايك والاشتراك اخوان الاعزاء بالقناه، وان شاء الله راح تجيكم مناهج جديده او دروس جديده. تابعون لهذه القناه، وانا شرف لي الكبير لجميع اخواني في العراق الحبيب وفي الوطن العربي الحبيب اخواننا واعزائنا وفي الغانيين المتغربين في الخارج. هناك دورات اونلاين وموجود حضوري. الاونلاين شنو؟ يعني عبر الانترنت مباشره وياك. الحضوري اذا انت ببغداد تقدر تجي، موجوده. واهلا وسهلا بكم، وهي 8 محاضرات. تحياتي لكم، وانا مع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.